التوحيد. توحيد سشذي. لو قال لك قائل هل أنت موحد؟ تقول نعم. يقول ما هو التوحيد؟ بينه لي. كثر تشار تقول إشتم واحدي تبور دويش أو يا ماذا تبويش بيان كرات التوحيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الله رب العالمين يا والدي دري وأراد التوحيد أقسامه كي جاءه الربوبية ألوهية أو أسماء والصفات دي. نعم. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية دي توجه الله رب العالمين بخل أفعاله كارونك يوازي وقني. بأن الله هو الخالق. الله رب العالمين فإذا كونك وخالق ذي. والرازق. الرزق وركونك ذي. نعم. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. إفراد الله سبحانه وتعالى بكل العبادات. توحيد الألوهية دي توجه الله رب العالمين بطول عباداتك يوازي وقني. نعم. فلا نعبد إلا الله. ندع الله بغير بذبلش عبادتنا. كما أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنه خالق ورازق لابد أن يفرد بأنه هو الذي يعبد. لك سنجج الله رب العالمين في ربوبيتك خالق ورازق كي يوازي قرنو دغرنجي في عباداتك هم يوازي قرنو. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات. دريم قسم توحيد أسماء وصفات دي. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. الله رب العالمين يوازي قرنل بخبل صفاته نمونه أو صفاته كي. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. جي كم نمونه وصفاتنا الله دخبل زان دبارة ثابت كري دي أو پیغمبر ورلا ثابت كري دي منبور لها غصابته. ننزه الله سبحانه وتعالى الخالق الكامل عن مماثلة المخلوق الناقص. الله رب العالمين بدل ناقص مخلوق سرد مشابهتنا زان ساتو. نعم. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. من بوايج من إيمان راورد زانم تسليم كره ده وتصديقم كره. لا نسأل ولا نقول في أسماء وصفاته كيف أو لما والله أعلم. الله رب العالمين في صفاته أسماء مباركة بدأت أبوسنك وجسنجدي أو سنجني دي.